من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا، وأنا معلقة معلقتان عشر، هذه لغتي أنا، لغتي أنا. ما قالت الكلمات كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية البيضاء، كوني كي أكون كما أقول. أولا الناس خطأ، اسمي مش موجود، تعرف أن أنا ولدت في قرية غير موجودة وأقيمت على أنقاضها مستوطنات. لا أكتب لكي أحاول الإجابة عن السؤال التالي: هل ما زال الوطن في حاجة إلى براهين شعرية، أو هل ما زال الشعر في حاجة إلى براهين وطنية؟ أكتب لكي أسدد بعض هذا الدين، وأكتب لكي أحاول القول إن الاحتلال لن يقهر روحنا ولم يمنعنا من التعبير الحر عن إنسانيتنا الحرة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهايات أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.